على الكابتن محمود حرب مدير منتخبنا الوطني الاولمبي. يا فندم مشرف ومنور والف مليون مبروك الاداء الرائع النهارده والصعود في صداره المجموعه. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. انا بشكركم يعني انا وزملائي وبالتاكيد كل الشعب المصري ان انتوا النهارده فرحتونا والشكل كان محترم جدا، مش مجرد فوز او مفاجاه على المنتخب الاسباني، لا احنا كنا الافضل وباداء كبير جدا. كابتن محمود اشرح لي الحاله اللي وصلتنا ان احنا نشوف المشهد الرائع ده النهارده لو سمحت. والله ده زي ما بقول لحضرتك كده، الحمد لله ان احنا قدرنا نفرح الشعب المصري. ده جزء بسيط من اللي تقدر تعمله الكره المصريه للشعب المصري، وان شاء الله نفرحهم اكتر ونجيب ميداليه. زي ما احنا اشتغلنا من ساعه، يعني ده مجهود مثلا سنتين ونص شغالين من ساعه ما مستر ميكالي جه، وبدانا نشتغل لغايه ما الحمد لله ربنا كرمنا ووصلنا للاولمبياد. ربنا ما قدرش اول ماتش وتعادلنا فيه، اشتغلنا على ماتش اوزبكستان ربنا كرمنا فوز، وبعد كده الحمد لله برضو اشتغلنا لان كان قبل ماتش النهارده الموضوع ما كانش منتهي في التاهل، كان ليها حسابات برضو، كان ممكن لا قدر الله ما نقدرش نتاهل لو كنا خسرنا يعني كان ليها حسبه كده، لكن الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نفوز على اسبانيا ونتصدر المجموعه لاول مره في تاريخ مصر ان هي تطلع من الدور الاول متصدر المجموعه يعني. الحمد لله وشكرا للرجاله طبعا، اللعيبه كلهم والجهاز الفني طبعا. مستحيل كنا هنعمل ده الا لو كمان بجانب الاداء الفني والشغل الفني والتكتيكي من روجيرو ميكالي والجهاز الفني، الا واحنا في حاله ترابط وحاله معنويه وحاله نفسيه كويسه جدا. وشوف لي الحاله بقى في الكواليس، يعني حاله المنتخب والروح دي اللي طلعت النهارده كمان في ارض الملعب. بالظبط، هو والله يعني من احدى مكتسبات الجده ونجاحاته فعلا ان كل اللعيبه فعلا بتحب بعض، الجهاز كله مترابط، اللعيبه مع الجهاز، حتى اللعيبه الكبار كابتن نني وكابتن زيزو لما دخلوا معانا برضو تحس ان هم شغالين معانا من السنتين ونص اللي اشتغلناهم، ترابط كبير جدا. كابتن نني ككابتن منتخب وقدرته ان هو كقائد يلم اللعيبه ويحمسهم مع كابتن زيزو طبعا، فاضافتين قويتين جدا للمنتخب، وده ساعد ان يبقى في حاله حب وكل الناس نفسها المنتخب يعمل حاجة عشان نحقق حاجة لمصر إن شاء الله يعني. عظيم. إحنا المباراة اللي جاية إن شاء الله هنلعبها فين يا كابتن؟ إحنا بكرة، إحنا النهاردة في بوردو كنا بنلعب في بوردو، إن شاء الله بكرة هنسافر على مارسيليا. هنلعب خلاص، هو اتحدد خلاص هنلعب باراجواي إن شاء الله يوم اثنين، يوم اثنين في الشهر الساعة 7 بتوقيت هنا، 8 بتوقيت القاهرة إن شاء الله. في الكواليس كده إحنا كنا عايزين باراجواي ولا كنا عايزين مالي؟ بص أقول لحضرتك حاجة، ومش كلام اعلام ولا حاجه، اللي عايز يحقق ميداليه لازم ما يفكرش هو هيلاعب مين، انت عايز تكسب وخلاص. وبعدين احنا كسبنا اسبانيا يعني. بالظبط، مش حكايه برضو كسبنا اسبانيا او ايا كان الاسم، الحمد لله احنا بنشتغل ونجتهد، النتيجه دي بتاعت ربنا. لكن والله لا بنبص هنلاعب مين ولا مش هنلاعب مين ولا كان في حسبان ولا حسابات ولا اي حاجه. احنا كان اهم حاجه ان نتصدر مجموعتنا، والحمد لله ربنا كرمنا، احتفلنا وانبسطنا. من بكره هنرجع نشتغل، احنا لسه نعتبر ما عملناش حاجه يعني. من بكره احنا لسه في نص الطريق، هنبدا نشتغل، هنسافر بكره على مارسيليا ان شاء الله ونبدا تدريباتنا ونستعد ان شاء الله للمباراه. كابتن محمود اللعيبه كلها هتبقى جاهزه لهذه المواجهه ولا في اصابه ممكن تغيب اي لاعب بعد؟ لا الحمد لله النهارده ما فيش، يعني كان في اصابات بسيطه يعني، عضلية خفيفة. ان شاء الله ما تعوقش ان حد يشارك في المباراه القادمه ان شاء الله. عظيم عظيم. كابتن محمود حرب مدير منتخبنا الوطني الاولمبي بشكرك شكرا جزيلا، وبهنيك مره اخرى، بهني كل الجهاز الفني لمنتخب مصر. طيب